حلوى باردة لمريض السكر الكيتو دايت. نجيب أي نوع فواكه طازج أو مجمد، نهرسهم، نوضع على حرارة متوسطة، تقريبا بياخد 10 دقائق حسب نوع الفواكه، وهيك أصبح جاهز. نعمل أرضية الحلوى، نجيب 200 جرام لوز ني و100 جرام زبدة بحرارة الغرفة، بنوضع بديل السكر النوع والكمية اختياري، قليل من الفانيلا، وبنطحن مثل هيك، لازم يكون شكلهم، بنسكبهم بالشكل اللي احنا بنحبه، دائري او مربع، بنسكبهم على ورق زبدة وبنوضعهم بالفريزر اقل شيء 4 ساعات. نعمل الكريمة، هي كريمة طازجة تبعت الحلويات، نخفق الكريمة وبنوضع بديل السكر وقليل من الفانيلا وبنوضعها بالقمع، وبنطلع القاعدة من الفريزر، نوضع الكريمة عليهم، نرجعهم من الفريزر أقل شيء 4 ساعات، وهيك بعد 4 ساعات نوضع الفواكه وبنوضع الزينة. عندي 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.